أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثالث من كورس ده VMware vSphere 5. إن شاء الله هنتعلم في الجزء ده إيه هو الـ Virtual Center. هنتعرف إيه هو الـ Virtual Center، أنواع الـ Virtual Center، الـ Hardware Requirement والـ Software Requirement عشان نقدر نعمل Install الـ Virtual Center، وبعدين إزاي نقدر نعمل Install الـ Virtual Center عندنا، ونشوف اوفر فيو على الانترفيس الخاص بالفيرتشوال سنتر وازاي يقدر بيتعامل ويعمل مانج للـ ESX سيرفر اللي عندنا. بعد ما نخلص الفيرتشوال سنتر هنتكلم على VMware ويب كلاينت، ده فيتشر جديده موجوده في الفيرجن 5، وهنشوف ايه هو، وهنشوف ازاي نقدر نعمل له انستول، ونشوف ازاي نقدر نعمل كونكت بيه ونقدر نشتغل بيه. معاكم مهندس خالد الدسوقي. لكن قبل ما نبدأ عندنا ايه هو الـ Virtual Center، هنراجع كده مع بعض ايه الجزئين اللي احنا خدناهم قبل كده الخاصين بالـ Install الخاص بالـ ESX Server، وايه علاقته بالجزء الجديد بتاعنا الـ Virtual Center. المرة اللي فاتت جبنا سيرفر هاردوير فاضي خالص بير ميتال، وبعد كده رحنا جبنا عملنا عليه قبل فيرتشواليزيشن لاير هايبر في او اي اس اكس او زين سيرفر، عرفنا التلات انواع، لكن طبعا احنا استخدمنا الهايبر فايزر بتاع الاي اس اكس فيرجن 5. بعد كده بنينا عليه الفيرتشوال ماشين بتاعتنا، نقدر نبني اكتر من فيرتشوال ماشين عندنا. عملنا الشكل ده بالفعل، عملنا جبنا سيرفر عملنا عليه انستول للهايبرفايزر عندنا، والمرات الجاية هنقدر نعمل انستول للفيرشوال ماشين. عملنا الكلام ده عشان نقدر نوصل للشكل ده، عبارة عن سيرفر عليه الهايبرفايزر خاص بالفيموير الـ SX وعليه الفيرشوال ماشين وعليها الابليكيشن. طب احنا عندنا سيرفر اوريدي موجود، جبنا سيرفر تاني وممكن نعمل سيرفر تالت واكتر. طيب ايه اللي هيقدر يعمل مانج للسيرفرات دي بينها وبين بعض؟ ايه علاقتهم بينها وبين بعض؟ مين اللي هيعمل هاي افيلابيلتي، ومين اللي هيعمل كلاستر والفي موشنز والسيرفيس كتير الموجوده عندنا؟ مين لما السيرفر ده يقع السيرفر التاني يقدر يشتغل، والماشين اللي هنا تنقل على الماشين اللي هنا، وهكذا. عشان نقدر نعمل هاي افيلابيلتي كلاستر او دي ار او الفول توليرانس عندنا بين اكتر من ESX سيرفر موجود عندنا، لازم يكون عندنا السيرفر الفيرتشوال سنتر. الفيرتشوال سنتر هو اللي هيقدر يعمل مانج لاكتر السيرفرات، كل سيرفرات الاي اس اكس اللي عندنا، ويقدر يفعل فيها الخصائص دي. اوكي، عشان نقدر نعمل الكلام ده هنجيب سيرفر هاردوير. السيرفر ده هننزل عليه نظام تشغيل مايكروسوفت 2003 او 2008 شكل ما هنشوف، وبنجيب البرنامج الخاص بالفيرتشوال سنتر وبنعمل له انستول عليه، وبعد كده بنعمل لينك بينه وبين السيرفرات الاي اس اكس عندنا، ومن داخله بنقدر نعمل مانج للسيرفرات اللي عندنا. وفي النهايه هيكون بالشكل اللي قدامنا دلوقتي هنشوفه. هيكون بالشكل ده، ادي سيرفرات الاي اس اكس، كل سيرفر عليه اكتر من فيرتشوال ماشين مبنيه على هايبرفايزر الاي اس اكس عندي. كل السيرفرات الثلاث سيرفرات دولت بالماشينز كلها هتعملها مانج عن طريق الفي ام وير فيرتشوال سنتر عندي. طب هستفاد ايه بالكلام ده؟ هستفاد ان انا هاخد الفول فيتشرز اللي بتديها لي شركه في ام وير، بمعنى ان ممكن حد يقول طب هل انا لازم استخدم الفيرتشوال سنتر عندي في النتورك؟ ممكن ما تستخدموش، لكن لو ما استخدمتوش هيبقى عندك سيرفر يعني شكل ما بطلق عليه ستاند الون، سيرفر الاي اس اكس بتاعك والماشين بتاعتك لوحدها، ما تقدرش تنقل ماشين من سيرفر لسيرفر، ما تقدرش تستفاد بكل الفيتشر اللي هي الهاي افيلابيلتي اللي بتديها لنا شركه في ام وير. بمعنى لو احنا شفنا الشكل اللي قدامنا ده، احنا عندنا اكتر من سيرفر اي اس اكس، كل واحد نازل على اي اس اكس عليهم اكتر من فيرتشوال ماشين مبنيين كلهم على VMware ESXi، عشان اقدر اعمل مانج واستخدم اختيارات الدي ار اس والهاي افيلابيلتي والفيو موشنز والباك اب، لازم يكون عندي الفيرتشوال سنتر هو اللي هيقدر يعمل لي مانج كل الدنيا دي عندي.
ده اللاب بتاعنا ان شاء الله هنشتغل عليه. احنا بالفعل عملنا انستول للسيرفر الاولاني وهنعمل انستول للسيرفر التاني. ادينا الاي بي بتاع السيرفر الاولاني اللي هو 192.168.1.201، السيرفر التاني هيبقى 202، اما السيرفر فيرتشوال سنتر هيكون الاي بي بتاعه 200. نستخدم جهاز الادمنستريتور بيعمل كونكت من خلال برنامج الـ VMware Client على الـ Virtual Center اللي هيعمل مانج كل السيرفرات اللي عندي. ده الفيتشر اللي هستفاد بيها لما أنزل الـ Virtual Center عندي. المصطلح ده طبعا لسه احنا ما نعرفش يعني ايه الـ VMotion او الـ DRS او الـ Cluster او الـ Full Tolerance. ببساطة ديت أنواع الـ High Availability اللي موجودة جوه الـ ESX عندي. ده اللي بتعمل لي مانج لما سيرفر يحصل له Failure، السيرفر التاني يقدر يشتغل وينقل الماشينز اللي موجودة على السيرفر اللي فيه فيلير تشتغل على السيرفر التاني أو السيرفر التالت أو غيره. الأبديت مانجر ده فيتشر بتنزل على الفيرشوال سنتر، ده عن طريقها بعد رقم الأبديت للسيرفرات الـ ASX عندي سنترالايز. وممكن الأبديت مانجر ده يقدر يعمل لي أبديت أيضا للأبليكيشنز والويندوز اللي موجود جوه الفيرشوال ماشين اللي نازلة على الـ ASX. في كونفرتر، في حاجه اسمها في سنتر كونفرتر، ده ابلكيشن سوفت وير فري مجانا بقدر من خلاله اعمل كونفرت الماشين الفيزيكال احولها لفيرتشوال وادخلها مباشره على الاس اكس اي عن طريق الفي سنتر، او احول اوريدي ماشين موجوده فيزيكال الى سوري فيرتشوال الى فيرتشوال. كما على سبيل المثال لو هي كانت اوريدي موجوده على في ام وير ورك ستيشنز ممكن احولها الى في ام وير اس اكس اي. في عند الفي شيلد ده عبارة عن ابلكيشن خاص بالسكيورتي بيعمل لي ايدج وبيعمل لي فاير وول بين الماشينز وبينها وبين بعضها وبين السيرفرات بينها وبين بعضها. ده عبارة عن ابلكيشن سوفت وير فيرتشوال بيقدر بينزل على الاي اس اكس اي وبيقدر يعمل سنترلايز خاص بالسكيورتي والفاير وول بشكل داخلي. حتة مهمة جدا هستفاد بيها عم نعمل انستول الفيرتشوال سنتر هي موضوع الكلون اند تمبلت والمايجريشنز. انا على سبيل المثال لو عندي ماشين موجودة عندي على السيرفر الاولاني عاوز انقل الماشين ديت الى السيرفر التاني، عشان اقدر اعمل العملية ديت لازم يكون عند الفي سنتر. الفي سنتر هو اللي هيقدر يقول لي انا هعمل كوبي من الماشين ديت الى من السيرفر ده الى السيرفر التاني. بيعمل لي خاصية المايجريشن ان انا بنقلها خالص مش بعمل كو بس، لا ده انا بعملها شبه قط من السيرفر الاولاني الى السيرفر التاني. معنى اخر ما نقدرش نستخدم الفول فيتشر الخاصة بالفي ام وير الا لما ننزل في سنتر، فده شيء لازم وشيء ضروري عندنا. ايه انواع الفيرشوال سنتر؟ حاليا شركة في ام وير عاملة لنا نوعين من انواع الفيرشوال سنتر. النوع الاولاني وده الاشهر وده اللي كان موجود من زمان هو عباره عن ابلكيشنز بعمل له انستول على ويندوز اوبريتنج سيستم، وده اللي هنشوفه عندنا في الجزء بتاع الانستول. اما النوع الثاني هو اللي هو الفيرتشوال سنتر سيرفر ابلاينس، ده عباره عن ابلاينس بمعنى هو عباره عن نظام تشغيل جاهز جواه الابلكيشنز معمول له انستول. احنا مجرد ما بنشغل الماشينز الجاهزه ديت او الاو اس الجاهز بالبرنامج ده بيقدر اشتغل مباشره على الفيرتشوال سنتر ده. الابلاينس ده عباره عن لينكس كور مبني عليه الابلكيشنز الفيرتشوال سنتر. طبعا ده بيتميز عن النوع الاولاني ان هو بيديني الفيتشر خاصه بالسرعه، لان في دقائق بسيطه بقدر ابني الفيرتشوال سنتر عندي بدون ما اقدر ما محتاج لسه اعمل انستول للاوبريتنج سيستم والسوفت وير اللي عندي، لا ده كل حاجه جاهزه وموجوده عندي. وبيوفر لي طبعا اللايسنس اللي هو بشتري لايسنس خاص بالويندوز عندي، وده موجود بس في الفيرجن 5 ما كانش موجود في الفيرجن 4 او 3 او 3.5 من الفي سنتر عندي. طيب عشان نقدر نعمل انستول للفيرتشوال سنتر لازم احتاج هاردوير ريكويرمنت وسوفت وير ريكويرمنت المينيموم عندي عشان اعمل انستول الانستول للفيرتشوال سنتر. الفيرتشوال سنتر ممكن نقدر ننزله من السايت الخاص بشركه في ام وير لمده 60 يوم مجانا. طيب ايه الهاردوير اللي انا محتاجه؟ لازم يكون عندي جهاز
في بروسيسور واحد بس لازم يكون فيه 2 كور على الأقل، أو 2 بروسيسور كل بروسيسور كور واحد. لازم يكون عندي 4 جيجا رام، يكون فيه فري سبيس عندي 4 جيجا على الهارد ديسك، وكارت نتورك عندي. أما السوفت وير اللي محتاجه، لازم يكون السوفت وير يا جماعة 64 بت، لأن لاحظوا إن السوفت وير الهارد وير بتاعه 64 بت. لازم يكون نظام التشغيل بتاعه 64 بت، سواء ويندوز 2003 بس سيرفيس باك 2 أو ار 2، أو ويندوز 2008 64 بت أو 4 أو سيرفيس باك 2 أو ار 2. الفيرشوال سنتر بيكاري الداتابيز، لازم تكون الداتابيز ديت 2005 أو 2008، وممكن يشتغل على أوراكل داتابيز أو أي بي إم دي بي 2 داتابيز، وبيحتاج دوت نت فريم ورك 3.5 عندي. ده السوفت وير والهارد وير ريكوايرمنت اللي أنا محتاجه عشان أقدر أعمل انستول للفيرشوال سنتر عندي. في بعض الأجزاء بيتكلم إن أنت لازم يكون عندك دومين اوريدي موجود عندك عشان الجهاز ده يكون جوين اوريدي فيه، وتستخدم اليوزر نيم والباسورد والاوثنتيكيشنز بتاع الدومين عشان تقدر تعمل مانج الفيرشوال ماشين، لكن ده مش شيء ضروري عندي. نيجي للجزء الخاص بالانستول للفي سنتر دلوقتي. نرجع للديزاين بتاعنا. اوريدي عملنا انستول السيرفر الاولاني ده الاي اس اكس، وعملنا انستول السيرفر التاني بنفس طريقة الأولاني. ده الأي بي بتاعه 192.168.1.201، السيرفر التاني 192.168.1.202. أما السيرفر الفي سنتر هيكون الأي بي الخاص بيه 192.168.1.200، ده اللي احنا هنخش عليه دلوقتي ونعمل له انستول. ده السيرفر اللي احنا موجودين حاليا عليه. عشان نعمل له انستول لازم طبعا عندنا السورس الخاص بينا. اوريدي انا عملت له انستول، جبنا عملت له داونلود. هنعمل اوتو ران عشان نشوف الانترفيس الخاص بالانستليشنز الخاص بالفي سنتر عندي. لما افتح لي اكتر من اوبشنز عندي، هل هنزل الفيرتشوال سنتر سيرفر اللي احنا طبعا هنزله دلوقتي، هل محتاج انزل الفيرتشوال سنتر كلاينت اللي احنا شفناه المره اللي فاتت اللي احنا نزلناه عشان نستخدمه في الكونكت على الاي اس اكس سيرفر، هل انزل الويب كلاينت، ده اللي هناخده لسه في الجزء القادم. ده عباره عن فيرتشوال سنتر كلاينت لكن بيفتح من خلال الويب، مش بينزل انستول على الجهاز. هل انزل ابديت مانجر، هو ده المانجمنت او السنترلايز ابديت للاي اس اكس سيرفر. انا في حالتي هنا هنزل الفيرتشوال سنتر سيرفر، هعمل انستول. اوكي، الفيرتشوال سنتر بينزل اوتوماتيك معاه ايه دوت نت فريم ورك 3.5 والويندوز انستولر بالاضافه للاس كيو ال 2008، بمعنى ان انت مش محتاج تعمل انستول للاس كيو ال او الاوراكل او الدي بي 2 بشكل مسبق لو ما كانش عندك اوريدي. هو اوتوماتيك اللي بيعمل تيديكت، لو مش موجود على الجهاز هو اوتوماتيك بينزله. بيسألنا على الاسم، بيسألنا على الاورجانيزيشنز. هنا لو احنا ما اوريدي معانا اللايسنس بتاع الفير في سنتر ندخله، لو مش معانا هو اوتوماتيك هيشتغل لمدة 60 يوم. بيسألنا هنا هل اوريدي احنا عندنا داتابيز، لو عندنا اوريدي داتابيز نازله على السيرفر ده او سيرفر تاني سواء اس كيو ال سواء دي بي 2 اي بي ام سواء اوراكل، بحدد له الباس بتاع دي اس ان. لو ما عنديش اوتوماتيك بعمل له انستول، هو هيقوم بنفسه بعمليه الانستليشن كامله من غير ما يسالنا على اي سؤال للاس كيو ال 2008 اكسبريس. بيسألنا على الاكونت، الاكونت سيرفيس اللي هيستخدمه عشان يشغل بيه الاس كيو ال ويشغل بيه السيرفيس الخاصه بيه، هيستخدم باي ديفولت الادمنستريتور اللوكال. بيجيب لي خطأ هنا ان انا مش عامل الفول كولوفايد دوميني الخاص بالسيرفر بتاعي، انا مش دوشون في دومين، انا شغال ورك جروب حاليا.
الفي سنتر. الفي سنتر بياخد يا جماعة مساحة كبيرة كداتابيز على حسب عدد السيرفرات وعدد الماشينز اللي بتستخدمه، ودي هتلاقي كالكوليشنز بنحسب بيها ايه السايز اللي محتاجه لحجم الداتابيز اعتمادا على عندي كام ماشين وعندي كام سيرفر. لكن في الانفايرمنت طبعا احنا في تيستنج لاب مش هتفرق معانا الجزئية دي. بيسألنا هنا هل انا هعمل هشتغل ستاند الون فيرتشوال سنتر ولا هقدر اعمل لينكد مود. لينكد مود ده عبارة عن ان انا هيبقى عندي اكتر من سيرفر فيرتشوال سنتر، والسيرفرات دي هتعمل ريبليكا بينها وبين بعض عشان تقدم لي عملية الفور تورنس عندي. طبعا هو ده اول سيرفر عندي، ما عنديش اي سيرفر تاني عشان اقدر اعمل معاه جوين في الانفيرمنت بتاعتي. ده الديفولت بورتس اللي هيستخدمها. طبعا مفترض لازم يكون البورتات دي مفتوحة باي ديفولت. الكوميونيكيشن بين السيرفرات ال ESX بينها وبين بعضها بيتم عن طريق HTTPS اللي هي عبارة عن البورت 443، والبورتات دي كلها ديفولت. لو عندنا اي بورت مش افيلابل من البورتات ديت هيجيب لي ايرور. على سبيل المثال عملنا انتر، قال لي هنا ان بورت 443 ده مشغول. فالحل عندي ان انا اشوف السيرفيس اللي مستخدمه البورت ده واوقفها، او ان انا اغير البورت هنا. لكن طبعا لا نلاحظ ان احنا لما نغير البورت هنا لازم ناخد في حسباننا ان احنا في الكوميونيكيشن بين السيرفرات التانية لازم نعرفهم ان البورت بتاع الديفولت بورت بتاع اتش بي بي اس حولناه الى بدل 443 الى 444. طبعا ده مش ريكومندد عندنا، عشان كده بيجيبوا لنا وارنينج. على سبيل المثال بيقول لي ان انت غيرت الديفولت بتاعك من 443 الى 34، فلازم تعرف بقية السيرفرات ان احنا غيرنا الديفولت بورت عندي. فالافضل ان احنا نوقف كل السيرفيس اللي بتستخدم البورت ده ونوفرها للفيرتشوال سنتر فقط. ده الجزء اللي اتكلمنا عليها قبل كده الخاص بحجم الميموري عندي اعتمادا على عدد الماشين وعدد الهوست. بيجيب لي على سبيل المثال ان انا لو عندي 100 هوست او 1000 فيرتشوال ماشين هحتاج 1 جيجا رام. لو عندي من 100 ل 400 هوست، من 1000 الى 400 فيرتشوال ماشين هحتاج 2 جيجا رام. او لو عندي من 400 هوست او اكتر و4000 فيرتشوال ماشين هحتاج 3 جيجا رام. في الحالة بتاعتنا طبعا مش محتاجين كل الاختيارات ديت، احنا عندنا لاب انفيرمنت ومش هنستخدم اكتر من 3 4 ماشين، مش اكتر من كده. فباي ديفولت هنستخدم السمول اورجانيزيشن. نعمل انستول. هيبدأ دلوقتي يعمل اكستراكتنج للاس كيو ال، ويبدأ يعمل له انستليشنز قبل ما يعمل انستول للابليكيشنز نفسه، لان هو بيكريت جوه الداتابيز الخاصة بيه. عملية السيت اب تاخد لها ما يقارب من 5 ل 10 دقايق على حسب سرعة الجهاز اللي انت بتعمل انستول. في بعض الأحيان وبعض الكتب بعض الناس بتتكلم ان احنا ممكن نعمل انستول للفيرشوال سنتر جوه فيرشوال ماشين موجودة عندنا، بدل ما نعمل انستول ليها على فيزيكال بي سي او فيزيكال سيرفر على حسب حجم الانفايرمنت بتاعتنا. طبعا ده شيء ممكن، وبيوفر لنا هاردوير، بيوفر لنا سيرفر او هاردوير وكوست عندنا. لكن طبعا الكلام ده صح، لكن في بعض العيوب لو انا عملت انستول للفي سنتر جوه فيرتشوال ماشين. اهم عيب عندي موضوع ان الفي سنتر هيعمل لي مانج لموضوع الهاي افيلابيلتي. طب هو لو كان معمول هيعمل لنا مانج الهاي افيلابيلتي اللي عندنا، وكان الـ ESX سيرفر على سبيل المثال لو عملناه جوه فيرتشوال ماشين على السيرفر الأولاني، طب لو السيرفر ده حصل له فيلير، ففي الوقت ده هيحصل فيلير للفيرتشوال سنتر ومش هيقدر يتحكم في الداتا سنتر بتاعي، ويقدر يحدد مين السيرفر اللي هيقوم بدل السيرفر الأولاني اللي وقع ده. عشان كده لو هنعمل الفيرتشوال سنتر داخل جهاز كفيرتشوال ما نعملش خاصية الهاي افيلابيلتي عليه. عشان كده ريكومندد ان احنا نعمله على فيزيكال سيرفر منفصل عن السيرفرات الفيرشوالز اللي عندي.
نستول كومبليت، نقدر نعمل فينش. لو نيجي نشوف كده، نشوف الفي سنتر عمل له انستول حاليا. لما نيجي نفتح الفي موير في الاور بروجرام، مش هنلاقي حاجة اسمها الفيرشوال سنتر عندي ككونسول اقدر افتحها عندي. امال انا ازاي بقدر افتح الفيرشوال سنتر عندي؟ عشان افتح الفيرشوال سنتر في الفيرجن 5 عنده اسلوبين، عن طريق الفيرشوال سنتر كلاينت او عن طريق الفيرشوال سنتر ويب عندي. عشان نقدر بالطريقة الأولى والطريقة الأشهر عندي اللي هي الفيرشوال سنتر كلاينت، عشان نقدر نعملها بنعمل انستول الفيرشوال سنتر كلاينت على أي جهاز. مش لازم طبعا نعمل انستول على نفس الجهاز بتاع الفيرشوال سنتر، ممكن نعمل انستول على أي جهاز عندي. على سبيل المثال احنا دلوقتي حاليا على الجهاز الفيرشوال، لهذا هنتنقل لجهاز الادمنستريتور اللي عليه الفيرشوال في ام وير فيرشوال كلاينت. هنفتح ونكتب هنا الاي بي الخاص بالفيرشوال سنتر اللي هو 1.200، وهنكتب هنا يا جماعة اليوزر نيم والباسورد الخاص بالسيرفر اللي معمول انستول للفيرشوال سنتر عليه. السيرفر يا جماعة شكل ما شفنا اللي معمول عليه الفيرشوال سنتر هو سيرفر ويندوز، فهنستخدم هنا الاكونت الادمنستريتور الخاص بالويندوز، مش الاكونت الادمنستريتور الخاص بالاي اس اكس اللي هو الروت، لكن هنستخدم الاوثنتيكيشن الخاص بالويندوز. هنا لما اعمل كونكت جاب لي هنا خطا ان في اللاينس اكسباير، طبعا ده ايرور. ايرور ده جالي ليه يا جماعه؟ جالي بسبب ان انا عملت كونكت سيبت الديفولت كونكت. الديفولت كونكت بين الفي سنتر والاي اس اكس سيرفر بيشتغل على بورت 443 اللي هو الاتش بي بي اس. لو تفتكروا احنا غيرنا البورت بتاعنا الى 34، فعشان كده لما نيجي نعمل كونكت لازم اقول له ان انا غيرت البورت الى البورت الجديد اللي هو 34، ونكتب اليوزر نيم والباسورد تاني. طبعا شفنا الايرور ده قبل كده بالخاص بالسيرتيفيكيشن وورنينج. ده مش ايرور، ده وورنينج فقط لا غير، لان احنا مش بنستخدم سيرتيفيكيشن حقيقيه، فبنعمل اجنور للسيرتيفيكيشنز اللي بينزلها عندنا. دلوقتي هيعمل كونكت على الفيرتشوال سنتر عندي بالبورت الجديد. دلوقتي عمل كونكت وجاب لي ان انا عندي النسخه اللي بستخدمها نسخه ايفالويشن بتشتغل لمده 60 دقيقه. ده اسم السيرفر اللي نازل على الفيرشوال سنتر، ده الاي بي الخاص بيه، ده الفيرجن والبيلد نمبر عندي. بيجيب لي الخطوات اللي انا المفترض امشي بيها عشان اكمل السوليوشن بتاعي، ان انا كاري الداتا سنتر، بعد كده اضيف الهوست. الهوست هنا بمعنى الاي اس اكس سيرفرز اللي عندي، وبعد كده كاريت الماشين، واكمل كومبليت سيت اب لكاريت السيرفيس والفيتشر بين الداتا سنتر بتاعتي وبين الـ SX سيرفرز الموجودة ده جوه الداتا سنتر تحت. فأول خطوة نعملها هنعمل كرييت داتا سنتر، ده عبارة عن اسم مش أكتر، وليكن على سبيل المثال VM Lab، وابني تحت الداتا سنتر بتاعتي السيرفرات الـ SX. فبعمل رايت كليك واد هوست. لو عاوز اعمل كلاستر في مراحل قدامي هعمل كلاستر. هنعمل اد سيرفر ونكتب الاي بي بتاع السيرفر الاي اس اكس اللي احنا عملناه الانستول في الجزء التاني اللي هو 192.168.1.200.1، ونكتب اليوزر نيم والباسورد. هنا اليوزر نيم والباسورد خاص بالاي اس اكس يا جماعه اللي هم كانوا بيسالونا، اللي سالنا عليه واحنا بنقدر نعمل له انستول، اللي هو عباره عن الروت، لانه طبعا باي ديفولت ادمنستريتور اكونت، ده الادمنستريتور اكونت لللينكس، والباسورد اللي احنا دخلناها في الوقت ده. بيجيب لي وورنينج بردك عشان موضوع السيرتيفيكيشنز، بعمل اكس وفينش. هل انا لو عندي لايسنس كي، هنا اللايسنس هياخدها من جوه الاي اس اكس، لو عندي جوه الاي اس اكس جوه الفي سنتر لايسنس بحددها هنا او مش هستخدم، ويشتغل على النسخة الايفالويشن مود 60 يوم وفينش.
دلوقتي الـ ESX سيرفر هيتعمل له لينك جوه الـ Virtual Center عندي. لو عندي أكتر من ESX سيرفر تاني نفس الموضوع، بعمل right click و add وهكذا. دلوقتي تم عملية الكونكت بين الـ Virtual Center وبين الـ ESX Server الموجود عندي. الخطوة اللي بعد كده المفترض نعملها، ودي اللي هنعملها في الجزء التالي الرابع عندنا في الكورس بتاعنا المرة الجاية إن شاء الله، إن إحنا هنكريت Virtual Machine وأنواعها وإزاي نكريتها وهكذا. لو وقفنا على السيرفر هنا هنلاقي نفس الـ Options والـ Tips اللي كانت موجودة من خلال لما كنا بنستخدم الـ VMware Client وبنعمل بيه كونكت مباشرة على الـ ESX عندي. لما أضغط على الـ VMware Lab الخاص بيه، ده اسم الـ Data Center، هلاقي فيه تيبس مختلفة. إن شاء الله خلال كورسنا هنشوف إيه التيبس ديت، وهنشوف إيه الـ Options اللي موجودة عندي. الانترفيس الخاص بالفيرشوال سنتر في اكتر من جزء، الجزء الخاص بالداتا سنتر والسيرفرز والفيرشوال ماشين، الجزء الخاص بالاوبشنز والكونفيجريشنز اللي بيديني السيرفر والهاردوير موجود فيه وفي الافيلابيلتي الخاصه بيه والبرفورمانس والكونفيجريشنز والتاسك والايفنت. الجزء اللي تحت جزء مهم جدا الخاص بيوريني التاسكات والايفنت اللي بتحصل طول ما انا بشتغل، اي اوبشن او اي اختيار انا بعمله بيجيب لي هل هو اشتغل، هل هو لسه راننج، هل هو كومبليت او لا. فوق عندي هلاقي منيو، ممكن من المنيو ده اتنقل بين السيرفرات واقدر اكريت فيرتشوال ماشين واتحكم في الاوبشنز اللي عندي وهكذا. في عندي جزء ده جديد، اما اضغط على هوم بيجيب لي كده داشبورد اقدر من خلالها اتنقل بين الاوبشنز اللي موجوده عندي جوه الفيرتشوال سنتر. على سبيل المثال لو عاوز اشوف السيرفرات الهوستس الاي اس اكس، لو عاوز اشوف بس الفيرتشوال ماشين، عاوز اشوف الداتا بيز الموجوده في الداتا سنتر الخاصه بيا، عندي طبعا سيرفر واحد بداتا بيز واحده والاوبشن الخاصه بيها. لو عاوز اشوف النتورك اللي موجودة عندي طبعا بره كان عندي نتورك واحدة. لو عاوز اشوف الرولز اللي بطبقها على اليوزرز، كل يوزر اقدر اطبق له بيرميشن معينة ومين اليوزر ده، اقدر اشوف السيشن المفتوحة وكونكتد عليا حاليا، اقدر اتحكم في اللايسنس السيستم لوج وكل الايفنت اللي عندي، اتحكم في السيرفر اوبشنز، ادخل لايسنس واظبط الكونفيجريشن الخاص بالاس ام تي بي عشان يبعت لي ايميلز لما يحصل فيه اي ايرور، الخاص الجزء الخاص بالاس ام بي الخاص بالمونيتورنج، البورتس لو عاوز اغير هرجعها للديفولت وهكذا. ممكن اقدر افتح المنيو دي كلها بردك من هنا، اقدر افتح الاوبشن ديت بردك نفس الاوبشن من المنيو او من الداش بورد عندي. خلال الكورس إن شاء الله هنعدي على أغلب المنيو وأغلب الأوبشنز الموجودة في الداشبورد. بكده يكون خلصت الجزء الخاص بعملية installations الخاص بالـ Virtual Center، اتعرفنا إيه هو الـ Virtual Center، أنواع الـ Virtual Center، الهاردوير requirement اللي محتاجينه عشان نعمل install الـ Virtual Center، وعملنا له بالفعل، وشوفنا الداشبورد الموجودة جوه الـ Virtual Center، وازاي اكريت داتا سنتر، وازاي اكريت اعمل كونكت بين Virtual Center وبين سيرفر اوريدي ESX موجود عندي. الجزء التاني عندنا هنعمل انستول ونشوف ايه هو الـ Web Client Interface. الـ Web Client VMware Web Client ده اوبشن نازل جديد عندنا، ابلكيشن نازل جديد في الفيرجن 5، ده عبارة عن بديل للفي ام وير كلاينت. الفي ام وير كلاينت شوفنا ليه
دورين اتنين. دور الاول ان هو بيعمل كونكت مباشرة على الاي اس اكس، ومن خلاله يقدر يعمل مانج الاي اس اكس، ويقدر يكاري فيرتشوال ماشين وغيرها، او ان هو بيعمل كونكت على الفيرتشوال سنتر، ومن خلاله بره بيقدر يضيف الاي اس اكس ويقدر يعمل مانج للفيرتشوال سنتر، وطبعا بيعمل مانج لل اتش اي، ويقدر يعمل مانج للباك اب، ويقدر يعمل مانج للابديت وغيره من الاوبشنز. نفس الكلام ده نقدر نعمله من خلال ويب انترفيس، مش هحتاج ابلكيشن بينزل على جهاز، انما انا هحتاج ان انا هنزل الابلكيشن ده على سيرفر واحد، وهعمل كونكت من اي جهاز عندي من خلال اي متصفح انترنت اكسبلور او فايرفوكس او غيره، وبقدر افتح الويب انترفيس ده، واقدر اعمل مانج للسيرفرات الخاصة بيا سواء في سنتر او اي اس اكس من خلال الويب انترفيس، بدون ما يكون عندي الكلاينت انستول على الجهاز بتاعي. شركة فيموير منزل لنا الفيرشوال في ام وير ويب كلاينت جوه الباكج الخاص بالفي سنتر، او ان انا ممكن انزله لوحده، مش لازم يكون نازل على الجهاز الخاص بال فيرتشوال سنتر عندي. عشان اعمل انستول للفيرتشوال سنتر نختار فيموير فيسفير ويب كلاينت، ونعمل انستول. الفيموير فيسفير ويب كلاينت هو ويب انترفيس، لكن مش بيحتاج الاي اس سيرفيس، انما هو بيعمل توم كات واباتشي خاص بيه، وبيعمل انستول جواهم. الويب انترفيس الخاص بيه ما هوش اتش تي ام ال فايل، انما هو نوع من انواع الفلاش بلاير، يعني بنحتاج فلاش بلاير على الجهاز بتاعنا عشان نعمل كونكت. هو بالفعل مش فلاش، او مش انترفيس فلاش، انما هو ادوب فليكس، ده نوع من انواع الفلاش متقدمه شركه ادوب بتعملها. فعشان نقدر نعمل كونكت من على الجهاز بتاعنا، لازم يكون معمول على الجهاز انستول على الجهاز الكلاينت فلاش بلاير، عشان اقدر اعمل اشوف الانترفيس الخاص ب الفيس كلاينت ويب. ده الديفولت بورت الخاص بال اتش بي، والديفولت البورت الخاص بال اتش بي اس. طبعا لو البورتات دي مشغوله احتاج اغيرها، واغيرها وانا بعمل كونكت على السيرفر عندي. هعمل له انستول، مش بياخد وقت طويل في العملية الانستليشن، لكن المهم عندي شكل مرتب يكون عند الكلاينت على اي جهاز هعمل كونكت من خلاله للويب انترفيس ده. لازم يكون عندي فلاش بلاير 9 فيما فوق او 10 فيما فوق. لحظة، عملنا له انستول على السيرفر اللي احنا موجودين عليه دلوقتي، اللي هو السيرفر اللي معمول عليه انستول فيرتشوال سنتر. شكل ما قلتلكم مش ضروري نعمل انستول على نفس الجهاز اللي موجود عليه الفيرتشوال سنتر، ممكن يكون جهاز تاني خالص نعمل عليه انستول للفيسفير ويب كلاينت. الآن انتهينا من عملية الانستليشن الخاصة بالفيسفير ويب كلاينت، نضغط فينش. الآن عايزين بعد ما انتهينا من عملية الانستليشن الخاص بالفيسفير كلاينت الويب، عايزين نعمل كونكت عليه. احنا اوريدي دلوقتي على السيرفر اللي معمول انستول عليه للويب كلاينت، اللي هو الفي سنتر الاي بي بتاعه 1.200. لما اعمل اول كونكت اول مرة في السايت الادمن سايت الخاص بالويب كلاينت، بيديني وورنينج ان انا ما عنديش اي سيرفر فيرتشوال سنتر معمول له كونكتد، او معمول له ريجستر جوه الويب كلاينت. فاجي نعمل ريجستر لاول سيرفر فيرتشوال سنتر عندي، اللي هو الاي بي بتاعه 192.168.1.200، واليوزر نيم والباسورد الخاص بالفي سنتر.
لكن مش عاوزين ننسى ان احنا ندخل البورت بتاعنا اللي بنشتغل من عليه كوميونيكيشن، اللي هو 4 3 4 بدل 4 4 4 3. ندخل يوزر نيم والباسورد الخاص بالفيرتشوال سنتر. تحت يا جماعة هنكتب الاي بي الخاص بالويب كلاينت اللي هو 1200، وده الانترفيس اللي هنستخدمه عشان نقدر نعمل مانج للسيرفرات اللي معمول لها ريجستر جوه الويب كلاينت. هنعمل ريجستر دلوقتي، نضاف اول سيرفر فيرتشوال سنتر. عن طبعا فيرتشوال سنتر بيحتوي داخله اي اس اكس سيرفر، لكن ما اقدرش اعمل ريجستر مباشره لاي اس اكس سيرفر جوه الويب كلاينت. طب الخطوة التانية اللي عندي عاوز اتحكم في الفي سنتر اللي اوريدي موجود دلوقتي، واقدر استخدم اشوف الاوبشن اللي بيتحالي الويب كلاينت. عشان نعمل كده فباجي هنا الخطوة التانية، بكتب اتش بي بي اس الاي بي الخاص بالويب كلاينت سيرفر، وعلى البورت بتاعي على الفي سفير كلاينت. هنا يجيب لي الاي بي الخاص ب في سنتر، واكتب الادمنستريتور اكاونت. دخلت دلوقتي على الويب كلاينت، وبقدر دلوقتي استخدمه عشان اقدر اعمل مانج للفيرشوال سنتر الخاص بي. لما ادخل اول حاجة يا جماعة هلاقي كده الدنيا متقسمة عندي، الجزء اللي على الجنب بشوف اسم السيرفر اللي هو نازل عليه الفيرشوال سنتر، ده اسم الداتا سنتر اللي كريتناها، وتحتها طبعا هنشوف الاسم او الاي بي الخاص بالهوست الاي اس اكس. لو عندي اي فيرشوال ماشين تحت هلاقيها ظاهرة عندي. لو عاوز اشوف الفيرشوال ماشين بتاعتي هشوفها من هنا، لو عاوز اشوف الداتا بيز هشوفها من هنا، لو عاوز اشوف النتورك الموجوده في الداتا سنتر دي هشوفها برضك من الجنب. في الجزء اللي في النص الداشبورد اللي عندي اقدر اشوف فيها الهاردوير كونفيجريشن اللي موجودين جوه السيرفر الاي اس اكس واحد اللي عندي، والبروسيسور والرامات وهكذا. اقدر اشوف المونيتورنج، التاسكات والايفنت، اقدر اشوف الفيرشوال ماشين اللي متكريت عليه، النتورك والريسورس والستورج وغيره. على الجنب اشوف في اي تاسكات او في اي بروسيسنج لسه شغاله عندي انا اعملها. ممكن من هنا اقدر اكاري فيرتشوال ماشين او اتحكم في اي فيرتشوال ماشين لو اوريدي موجوده عندي، اقدر اوقفها، اقدر اشغلها، اقدر اعمل لها مونيتور من عندي، او اقدر اكاريتها اضغط هنا واقدر اكاري الفيرتشوال ماشين اللي انا محتاجها شكل ما انا عاوز. اضغط نيكست واكريت اسمها ايه، هتتكريت على انهي سيرفر، هتشتغل على انهي ستورج، هتشتغل باي نظام، فيرشوال 8 او فيرشوال ماشين 7، هنزل عليه ايه، هل ويندوز هل لينكس او غيره. هاردوير كاستمايز، هنديها كام رامات، هنديها كام مساحة الهارد ديسك وهكذا. الستيبس العادية إن شاء الله هناخدها في عملية الكرييت الفيرشوال ماشين، هي نفسها هنا هي نفس الأسلوب عن طريق الكلاينت اللي بيعمل له انستول على الجهاز. لكن لو تلاحظوا إن في بعض الفيتشر مش موجودة في الويب كلاينت، على سبيل المثال ما أقدرش أعمل كلاستر أو أعمل فول تورنس أو أعمل دي ار اس أو في موشن من خلال الفيرشوال سنتر اللي بيشتغل من خلال الويب كلاينت. عشان استخدم الفيتشر دي لازم اعمل كونكت باللوكال والكلاينت اللي عندي اللي بعمل له انستول على الجهاز، مش من الويب انترفيس. بكده يا جماعة يكون انتهينا من جزئنا البارت 3 عندنا. الجزء الثالث عندي اللي احنا شفنا فيه عملية الانستليشن الخاص بالفي سنتر وعملية الانستليشن الخاصة بالفي سفير ويب كلاينت.
شفنا ايه الفي سنتر، شفنا ايه انواعه، شفنا الهاردوير ريكويرمنت المطلوبة عندنا عشان نعمل له انستول، شفنا ازاي نقدر نعمل له انستول، وبالفعل عملنا انستول، عملنا كونكت عليه وضفنا فيه سيرفر اي اس اكس، وشفنا الداشبورد الخاص بيه والمنيوز، وبعد كده اتنقلنا عملنا شفنا ايه هو الويب كلاينت، عملنا له انستول وعملنا بيه كونكت على في سنتر، وشفنا ممكن نستخدمه في ايه عندنا. ان شاء الله في الجزء القادم هنتكلم ازاي نقدر نكريت فيرتشوال ماشين، ايه انواعها، ازاي نقدر نكريتها عندنا على سيرفر، ونقدر من نعمل لها نسخ على سيرفر تانية، وحاجات تانية كتير ان شاء الله في الجزء الرابع عندنا. كان معاكم مهندس خالد دسوقي، متشكر جدا لاستماعكم.